بنزين الاضرار كامل في الصرف الصحي اللي هو بيصرف من 100 جنيه عندنا مباشر حاليا دلوقتي شغال مباشر، واحنا يعني مضررين جامد جامد جدا. ومات في 9 افراد من عندنا من قريه عرب الراشد. اتفضل يا عم. اول ما صارت الاولى المحافظ اللي هم كل المسؤولين متفاعلين جدا جدا المحافظ في الشركة كل ده، انا بطلب من اللجنه يجي مجيء لجنه محايده تيجي تعين وتاخد الحاجات اللي ماشي فيها صح، الاشياء صح، عشان اللجنه اللي جت مش محايده، مربوطه من الشركه والمحافظه والاثنين متناقضين. المطلب الاول تغيير مسار 100 كنانه لو اقدر 2 كيلو أدام أن العرب الراجل المحطة 4 كيلو، فأنت اللي أقرب لك مين؟ أبو أغدر. ماشي، وعمل صرف العرب الراجل. عمل صرف تبقى المحطة محطة العرب الراجل. لأن سعة المحطة 2000 بيضخ من مكانة 7000. إزاي هي سعتها 2000 وبيضخ لك 7؟ ده كله بينزل في الأشياء أمراض ووباء العرب الممنوع. سمعت عرب الراجل محطة في جميع الجهات صرف صرف ومال عرب الراجل محطة في جميع الجهات صرف الصحي. وطبعا في أطفال والناموس والقرف، الأطفال دي يعني إيه ذنبهم الناموس ده بقى الليل نهار وباء محطة العرب من جميع الجهات. ونرجو المسؤولين يتحركوا.